يقول السائل: هل يجوز إسناد الفعل إلى صفات الله عز وجل كقول القائل: ما جمعته إرادة الله لا تفرقه يد البشر؟ لا يسند الأفعال إلى صفات الله، وإنما تسند إلى الله سبحانه وتعالى، تسند إلى الموصوف لا إلى الصفة. فلا تقول شاءت إرادة الله، وإنما تقول شاء الله، فلا تسند إلى الصفة، وإنما تسند إلى الله جل وعلا. نعم، ولا تقول ما جمعته إرادة الله، ما جمعه الله جل وعلا. نعم.